في الفاصل اديتني واحده كده مفاجاه، بس انا مش هسيبها لك في الفاصل، لازم نقولها قدام الناس. قلت ان رمضان صبحي عايز يرجع النادي الاهلي. تمام، الكلام ده مظبوط؟ انا افتكرت حاجه تانية هتقولها يا زيزو، بس ماشي خلينا في لا رمضان. لسه هجي لك على زيزو بس خلينا نقول في رمضان صبحي. طيب، مش رمضان صبحي بس، رمضان صبحي واحمد فتحي الاثنين بيرغبوا في العوده للنادي الاهلي. الاثنين اتكلموا مع ناس، الاهلي بيرغب في عوده حد منهم، النادي الاهلي بيرغب تاني ان رمضان يكون موجود. وسطاء اتدخلوا بيحاولوا يقربوا وجهات النظر ما بين كابتن محمود الخطيب، لان هو الرافض لعوده اي لاعب رحل عن النادي الاهلي، بيحاولوا ان هم طب رمضان يرجع ابن النادي، لعيب كان لسه صغير سنه صغير، ممكن يعني شاف الدنيا مختلفه، اتعلم من الدرس اكيد. ففكره ان رمضان حابب يرجع ده اكيد يعني ممكن يكون مؤشر ان اللاعب خلاص حس بندم او خطا هو ارتكبه. والاهلي عنده استعداد جماهيريته، انا بقول لك الوسطاء بيحاولوا يقنعوه كابتن، بيحاولوا يقنعوه. طيب سواريش مش ممكن كابتن الخطيب يكون صاحب القرار؟ من مين؟ النادي الاهلي بكل يعني جماهيره وكل قيمه ومبادئه مش هينفع يرجع حتى لو الخطيب قال كده. لكن الحاجه الفنيه مستحيل يرجع. انا بقول لحضرتك اهو، بقول لك مستحيل. رمضان صبحي يوما ما، وافتكر الكلام ده في الفيديو ده، رمضان صبحي يوما ما هيكون موجود في النادي الاهلي تاني. وانا قلت لك انه مستحيل. حلو، انا متراهن. متراهن، انا مستعد. الفيديو ده يا جماعه يترفع على اليوتيوب عشان نفضل محافظين عليه، تمام، ويفضل موجود عشان نتقابل. عوده رمضان صبحي الاهلي مستحيل. طيب.